بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في المحاضرة دي نتكلم عن ضبط أرصاد الميزانية Leveling Adjustments. بشكل عام جميع أرصاد المساحة اللي بتأخذ في الموقع بتكون معرضة لمجموعة من الأخطاء. مصادر الأخطاء 3 مصادر: Instrumental Errors، أخطاء بسبب جهاز الرصد، Observational Errors، أخطاء بسبب الراصد، لذلك بعض الكتب بتسميها personal errors، والثالثة natural errors، أخطاء بسبب البيئة المحيطة بعملية الرصد. لو اتكلمنا عن مجموعة الأخطاء دي في أرصاد الميزانية leveling، هنلاقي أول نوع instrumental errors، أخطاء بسبب جهاز الرصد اللي هو جهاز الميزان. نوع الخطأ اسمه collimation error، واللي ناتج عن عدم انطباق خط النظر على المحور البصري داخل تلسكوب الجهاز. بيتم اكتشاف الخطأ دوت وحساب قيمته عن طريق تجربة التو بيج تيست اللي تم شرحها في المحاضرة. لذلك دائما ينصح بتساوي المسافات بين القامة والميزان في أثناء عملية الرصد. بمعنى لو الجهاز في الموضع دوت وكان الباك سايت عند النقطة رقم 1، كانت المسافة ما بين القامة والجهاز بتساوي قيمة معينة. لما أحط القامة عند الفورسايت أحاول أخلي المسافتين متساويتين، علشان لو في الكوليميشن خطأ الكوليميشن ايرور موجود هيكون موجود بنفس القيمة في القامتين دول، فبالتالي الخطأ هيلاشي بعضه will cancel each other. أما في حالة عدم تساوي المسافة زي الحالة التانية مثلا، فبيكون في خطأ في أرصاد الميزانية متناسب مع الفرق بين المسافتين. النوع الثاني من الأخطاء في الميزانية الـ Observational Errors، أو أخطاء بسبب الراصد الـ Personal Errors، غالبا بتكون بسبب القامة، عدم ضبط القامة رأسية. احنا اتفقنا ان لازم تكون القامة رأسية علشان تكون المناسيب مظبوطة، لذلك بتكون القامة فيها زي ميزان فقاعة صغير كده ستاف بابل، شبه الميزان الفقاعة اللي موجود في جهاز الميزان، ميزان الفقاعة الدائري اللي موجود في جهاز الميزان. فبالتالي يجب على الراصد ضبط القامة الرأسية ومجموعة أخرى من الأخطاء مشروحة بالتفصيل في الكتاب، لكن مش مكانها إن احنا نفصل فيها دلوقتي. النوع الثالث الناتشرال ايرورز، الأخطاء بسبب الطبيعة المحيطة بعملية الرصد. بيكون في خطأين بشكل أساسي بيتفرع منهم أخطاء تانية كتير. الخطأ الأول اللي هو انكسار وانعكاس خط النظر، وده دايما بيكون تأثيره عالي لو كانت القراءة أقل من نص متر. بمعنى الشكل اللي قدامنا ده، لو الميزان موجود في منطقة منخفضة من الأرض والقامة موجودة في منطقة مرتفعة، بحيث ان احنا لما اخدنا خط النظر كان خط النظر بيقرأ قراءة اقل من نص متر، يعني خط النظر قريب جدا من سطح الارض، فبالتالي ده بيزود انكسار خط النظر لاسفل وبيعطي خطأ كبير في القراءة. لذلك لا يفضل ان تكون قراءة الميزان اقل، قراءة القامة المأخوذة بجهاز الميزان اقل من نص متر. النوع الثاني من الاخطاء اللي هو تأثير الرياح الويند اللي بتؤثر على ضبط أفقية الجهاز، وبرضه بتؤثر على ضبط رأسية القامة زي ما شرحنا في الجزء اللي فات. علشان نكتشف الخطأ الموجود في أرصاد الميزانية، يتم ربط أرصاد الميزانية بنقطة معلومة المنسوب والعودة للنقطة معلومة المنسوب مرة أخرى. يعني إيه؟ نتخيل إن المطلوب مننا تثبيت نقطة معلومة المنسوب temporary benchmark بجانب موقع العمل. هنبدأ أعمال الميزانية من أقرب benchmark، من أقرب نقطة معلومة المنسوب، وهنجري أعمال ميزانية طولية حتى النقطة اللي أنا اخترتها في الموقع لتثبيت temporary benchmark، لتثبيت الربير المؤقت. لكن هنجري هذه الميزانية مرتين، مرة بدءا من البنشمارك حتى temporary benchmark ونحسب منسوب temporary benchmark ونثبته، ومرة تانية من temporary benchmark بالعكس كده هو حتى البنشمارك نفسه. يعني كأني هحسب البنشمارك من temporary benchmark، وهنشوف القيمة دي بنفس القيمة المعلومة ولا لا.
يعني مثلا هنفترض ان البنش مارك منسوبه بيساوي 100، واحنا عملنا الميزانية الطولية وحسبنا قيمة التمبوراري بنش مارك، ومن التمبوراري بنش مارك حسبنا منسوب البنش مارك مرة تانية، هل هيكون 100 بنفس القيمة الأولى ولا هيكون 100 زائد كذا أو ناقص كذا؟ وبالتالي القيمة اللي هي أكتر من 100 أو الأقل من 100 هي دي قيمة الخطأ اللي موجود في أرصاد الميزانية. يبقى إذن قيمة الخطأ amount of disclosure هنحصل عليها عن طريق ربط أعمال الميزانية بنقطة البنش مارك اللي بدأت منها أعمال الميزانية. Connecting the leveling back to the benchmark from which it started زي ما شرحنا في الشكل اللي موجود دوت. قيمة المسكلوجر قد تكون مقبولة أو غير مقبولة. يبقى إذن إحنا بعد ما نحدد قيمة المسكلوجر هحدد إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة. طبعا لو مقبولة هيتم تصحيحها، لو غير مقبولة هيتم إعادة الأرصاد مرة أخرى. طيب إزاي بحدد إذا كانت القيمة مقبولة ولا غير مقبولة؟ إما عن طريق تراكم الخبرة، المهندس من تراكم خبرته في الأعمال الهندسية أو الأعمال المساحية المختلفة هيستطيع إنه يحدد إذا كان قيمة المسكلوجر مقبولة أو غير مقبولة. لكن أيضا توجد بعض العلاقات المستخدمة لتحديد ما إذا كان خطأ القفل مقبول أو غير مقبول باستخدام مسافة إجراء الميزانية أو عدد مرات ضبط جهاز الميزان كالآتي. عندنا مثلا علاقة بتقول إن الـ E بتساوي M جذر K، حيث الـ E هي قيمة خطأ القفل المقبول مقاس بالمليمترات Allowable Misclosure أو Acceptable Misclosure، بمعنى خطأ القفل في أعمال الميزانية لا يزيد عن قيمة E، حيث E دايما بتكون معطاة بالمليمترات. K Distance Leveled in Kilometers يعني مسافة إجراء الميزانية بالكيلومترات، يعني مثلا المسافة من أول البنش مارك لغاية التمبراري بنش مارك والعودة مرة أخرى من التمبراري بنش مارك إلى البنش مارك، سواء إذا كانت مسافة إجراء الميزانية هي الخط المستقيم بين النقطتين أو إذا كان مسار إجراء الميزانية مش ماشي في خط مستقيم بالشكل ده أو بالشكل ده، يبقى هي مسافة إجراء الميزانية الطولية. أما القيمة M فهو ثابت يعتمد على نوع المشروع constant برضو وحداته بالمليمترات، حيث مثلا في الـ precise leveling المستخدمة مثلا في تثبيت benchmark مش temporary benchmark، لا يعني مثلا هيئة المساحة قررت إنها تزود عدد الروبرات المثبتة بشكل دائم، فبالتالي هنعمل benchmark سيتم الاعتماد عليه في أعمال مساحية أخرى، فبالتالي بيكون قيمة الثابت M قيمة صغيرة مثلا بقيمة 2 مليمتر. أما في الأعمال الهندسية المساحة الهندسية construction leveling أو engineering leveling ممكن ناخد قيمة M بقيمة كبيرة زي 12 مليمتر. يبقى ده empirical formula، يعني هنحط قيمة الـ M بالمليمترات، نحط قيمة الـ K بالكيلومترات، ينتج عندنا قيمة الـ E بالمليمترات. طيب ده أول حالة اللي هي استخدام مسافة إجراء الميزانية. أما عدد مرات ضبط جهاز الميزان هتكون الـ E بتساوي M جذر N، حيث E مرة تانية هي الـ Allowable Misclosure مقاس بالمليمترات، N هي عدد مرات ضبط جهاز الميزان زي مثلا الشكل اللي قدامنا، تم ضبط الميزان 1 2 3 4 مرات، يبقى الـ N عدد مرات ضبط جهاز الميزان، و M ثابت بنفس الطريقة برضو يعتمد على نوع المشروع المستخدم. في المشروعات الهندسية أو في المساحة الهندسية بتكون الـ M في الحالة دي بتساوي 5 مليمتر. نلاحظ حاجة في الشكل اللي قدامنا، في الشكل اللي قدامنا عندنا كام نقطة دوران؟ هذه نقطة دوران 1 2 3 نقاط دوران. عندنا كام وضع من الأوضاع الميزان؟ أدي 1 2 3 4. إذن
إن اللي هي عدد مرات ضبط جهاز الميزان، اللي هي عبارة عن عدد نقاط الدوران زائد واحد. مثال توضيحي نشرح فيه الطريقتين دول. أول طريقة الاعتماد على مسافة إجراء الميزانية. نتخيل الشكل اللي قدامنا اللي فيه نقطة بنشمارك موجودة عند A، بنشمارك موجودة عند A، ومطلوب تثبيت temporary benchmarks عند النقاط B C D E. B C D E مطلوب تثبيت temporary benchmarks عند النقاط المختلفة دي، حيث القيم الموجودة وجنبها كيلومتر دي المسافة، دي مسافة إجراء الميزانية. يعني مسافة إجراء الميزانية من A إلى B كانت بتساوي 1.5 كيلومتر، مسافة إجراء الميزانية من B إلى C كانت 8.1 كيلومتر، وهكذا بالنسبة لجميع النقاط لغاية العودة مرة أخرى للنقطة A اللي عندها البنش مارك. والنقاط اللي هي الأرقام اللي هي ما بين أقواس وجنبها موجب أو سالب ده فرق المنسوب، بمعنى فرق المنسوب ما بين A و B بيساوي موجب 8.566 متر، يعني منسوب B يزيد عن منسوب A بقيمة فرق المنسوب اللي قدامنا دي. إذا لو حسبنا منسوب B من A يبقى 20 زائد القيمة دي هتبقى 28.566، وده فرق المنسوب ما بين B و C، يبقى منسوب ال B زائد فرق المنسوب ادينا منسوب السي 35 وكسر، فرق المنسوب ما بين سي ودي بيساوي ناقص 4.36، يعني دي منخفضة عن سي بالقيمة دي. إذا منسوب الدي بيساوي 35 ناقص القيمة دي بيساوي 30.65، وهكذا حسبنا منسوب الإي. أما جينا استخدمنا منسوب الإي وفرق المنسوب ما بين الإي والإي وحسبنا منسوب الـ A مرة تانية طلع 20.18، مطلعش 20 زي القيمة اللي بدأت بيها المسألة. إذا هنا في قيمة مس كلوجر موجودة في المسألة، حيث مس كلوجر عبارة عن مجموع فروق المناسيب. يعني لو جمعت 8.566، 6.444، وبعد كده الباقيين هلاقي المجموع مش بيساوي صفر. نظريا المجموع لازم يساوي صفر عشان تكون الميزانية مظبوطة، لكن في خطأ قفل قيمته 18 من 1000 متر، يعني 18 مليمتر، حيث مجموع مسافات إجراء الميزانية بيساوي 5.7 كيلومتر. المسافة دي زائد دي زائد 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 بيساوي 5.7 كيلومتر. وبيقول لنا في المثال دوت هناخد قيمة M بتساوي 12 مليمتر. نشوف كده خطوات حل المسألة. أول حاجة حساب قيمة المسكلوجر، مجموع فروق المناسيب المختلفة، كل رقم بإشارته، طلع المجموع بيساوي موجب 18 من 1000 متر، يعني 18 مليمتر. طب هل هذه القيمة accepted or not؟ نحسب الـ acceptable misclosure أو الـ allowable misclosure بيساوي M جذر K، M معطاه بـ 12 مم وK جمعنا الأطوال المختلفة طلعت 5.7 كيلومتر، يبقى الـ acceptable misclosure بيساوي 29 مم. إذا بما أن قيمة المسكلوجر اللي احنا حصلنا عليها من الأرصاد أقل من قيمة الأكسبتابل أو قيمة الخطأ المقبول، إذا أعمال الميزانية مقبولة ويمكن تصحيحها. لكن لو كنا مثلا كان الخطأ الموجود عندنا بيساوي 30 ملم أو 32 ملم أكبر من الأكسبتابل، يبقى الحل إن احنا نعيد إجراء الميزانية مرة تانية. طب نصحح إزاي؟ نفكر كده، احنا مشينا بالميزانية الطولية مسافة 5.7 كيلومتر، فكان عندنا في المسافة دي كلها خطأ مقداره 18 مليمتر. يبقى يا ترى الخطأ اللي موجود في كل كيلومتر من الميزانية الطولية دي بيساوي كام؟ يبقى عندنا الهايت كوركشن أو التصحيح لكل كيلومتر،
إذا كنت في مسافة 5.7 غلطت بقيمة 18 مم. إذا لكل 1 كم هيكون الخطأ قيمته 18 من 1000. طبعا هنا لازم أخد بالي من الوحدات، هيبقى قيمة الخطأ أو قيمة التصحيح بالأمتار بيساوي 18 من 1000 على 5.7 كم. طيب المسافة اللي هي AB، معنى كده إن لو عندنا مسافة قيمتها 1 كم هيكون قيمة التصحيح بتاعها هتساوي 18 من 1000 على 5.7. طب المسافة AB طولها مش 1 كيلو، لا طولها 1.5 كم، ودي طولها 8.1 كم. إذا لكل مسافة معينة مقدارها دي هيكون قيمة التصحيح بتاعها بيساوي 18 من 1000 على 5.7 مضروب في المسافة دي. نبدأ بقى نشوف قيم التصحيح المختلفة لكل خط من خطوط الميزانية اللي قدامنا دي. علشان نرتب الحل نعمل الجدول اللي قدامنا، جدول في مسارات الميزانية المختلفة، المسار AB، المسار BC، CD، DE، والعودة مرة أخرى لنقطة الروبير A. بعد كده في الأعمدة عندنا قيمة الهايت كوركشن، يا ترى المسافة AB تصحيحها كان بيساوي كام؟ المسافة BC تصحيحها بيساوي كام؟ طيب قيمة التصحيح زي ما شفنا ممكن تبقى قيمة فيها كسر، احنا عايزين نعمل تقريب للتصحيح لأقرب 1 مم، يبقى نعمل rounded height correction، يعني قيمة التصحيح لكن مقربة لأقرب 1 مم. تمام، بعد كده هنحسب المناسيب الصحيحة للنقاط المختلفة. نشوف كده الأرقام. أولا نفتكر مع بعض إن التصحيح في فرق المنسوب لأي مسافة بتساوي دي بيساوي بالطريقة دي، لو استخدمت في البسط 18 من 1000 يبقى بحسب القيم بالمليمترات، لو استخدمت في البسط 18 يبقى بحسب القيم بالمليمترات. يعني مثلا تصحيح فرق المنسوب ما بين A و B الهايت كوركشن، يبقى فرق المنسوب كان 8.566، تصحيح الرقم ده بيساوي كده اهو، يبقى ال AB كوركشن عبارة عن 18 على 5.7 مضروبا في طول AB اللي هو 1.5 كم. طبعا الرقم ده بالكيلومتر والرقم ده بالكيلومتر هيروحوا مع بعض، يبقى الرقم اللي يطلع هنا هتبقى وحداته بنفس وحدات ال 18 دي، ال 18 مليمتر، يبقى دي 4.7. يبقى تصحيح فرق المنسوب ما بين A و B بيساوي 4.7 مليمتر. احنا مش عايزين كسور للمليمترات، احنا عايزين تقريب لأقرب 1 مليمتر، هيبقى الرقم ده قيمته 5 مليمتر. إذا عايزين نطرح من فرق المنسوب ده قيمة 5 مليمتر. طيب ليه نطرح؟ لأن المسكلوجر في المسألة دي كان بالزيادة، بمعنى إن منسوب A كان 20، لما حسبته مرة تانية كان 20 زائد 18 مليمتر، يبقى احنا عايزين نطرح من مجموع فروق المناسيب دي كلها قيمة 18 مليمتر، يبقى نصيب AB في التصحيح هيكون عبارة عن 5 مليمتر بالشكل ده. يبقى تصحيح AB بيساوي 4.7 مليمتر، يتم تقريبه إلى 5 مليمتر. 5 مليمتر دي هعمل فيها إيه؟ بالشكل ده، ده قيمة فرق المنسوب اللي تم رصده من A إلى B، أهو القيمة دي 8.566 أهي، ناقص قيمة التصحيح، القيمة دي بالمتر، إذا لازم أحط قيمة التصحيح بالمتر، يبقى 5 من 1000، يبقى بيساوي 8.561 متر، يبقى دوت فرق المنسوب الصحيح من A إلى B. ونفس الحكاية هنعملها ما بين B و C، كان التصحيح قيمته 2 مليمتر، يبقى فرق المنسوب اللي تم رصده أهو ناقص 2، بس 2 مليمتر بقى، يبقى لازم أحول 2 مليمتر إلى 2 متر، تمام؟ يبقى فرق المنسوب المعطى بالمتر، يبقى لازم الرقم ده يكون بالمتر، يبقى 2 على 1000، 2 من 1000 يعني،
بيساوي كده، يبقى تفرق المنسوب الصحيح ما بين B و C. طيب ما بين C و D كان فرق المنسوب بيساوي ناقص 4 3 و6، هنعمل ايه في الناقص دي؟ زي ما هي نحطها بالناقص، وهنطرح منها قيمة 3 مليمتر، يبقى ناقص 4 3 6 ناقص 3 من 1000 بيساوي ناقص 4 3 6 3. يبقى ده فرق المنسوب الصحيح من B إلى C. نفس القصة معذرة من C إلى D، نفس القصة من D إلى E، ناقص 7 8 0 5 ناقص 6 مليمتر بيساوي كده. ما بين الـ E والـ A ناقص 2 8 2 7 ناقص 2 مليمتر بيساوي بالشكل ده. طبعا لازم ناخد بالنا من حاجة، إن مجموع التصحيحات دي كلها لازم بتساوي 18 مليمتر. أو نبص هنا الأول، مجموع التصحيحات دي قبل ما نعمل عملية التقريب لازم يكون بيساوي مجموعهم 18 مليمتر، تمام؟ بعد ما عملنا موضوع التقريب وقربنا الأرقام دي لأقرب 1 مليمتر، يبقى لازم يكون مجموعهم برضو بيساوي 18 مليمتر. عندنا مشكلة صغيرة أوي، هو الرقم ده، الرقم الاتنين ونص بقواعد التقريب المفروض يكون 3. يبقى لو جمعت 5 زائد 3 زائد 3 زائد 6 زائد 2 بيساوي 19 مليمتر، وده غلط لأن الخطأ الكلي 18، يبقى لازم واحد من القيم دي نقلله 1 مليمتر. لو شفنا الكسر اللي هنا قيمته 7 من 10، الكسر اللي هنا قيمته 6 من 10، الكسر اللي هنا قيمته 5 من 10، يبقى ده أقل كسر ممكن نخالف في قواعد التقريب. بدل ما اقربها من 2.5 إلى 3، لا أسيبها 2 زي ما هي، علشان لازم يكون مجموع الأرقام دي بيساوي 18 مليمتر. تعالى دلوقتي بقى نحسب الـ corrected levels، المناسيب الصحيحة. منسوب الـ B هيساوي منسوب A زائد فرق المنسوب بعد التصحيح. يبقى منسوب B بيساوي 20 زائد فرق المنسوب ده بيساوي 28 5 6 1. منسوب السي هيساوي منسوب بي الصحيح زائد فرق المنسوب الصحيح، يبقى الرقم ده زائد الرقم ده بيدينا 35 0 0 3. منسوب الدي هيساوي منسوب السي الصحيح زائد فرق المنسوب الصحيح، يبقى 35 0 0 3 ناقص 4، لأن فرق المنسوب ده بالناقص، 4 علامة 3 6 3 بيساوي كده. يبقى كده احسب منسوب الـ A، لازم لما احسب الـ A مرة تانية يطلع منسوبها بالظبط exactly 20 زي المنسوب اللي احنا بدأنا بيه المسألة. يبقى احنا كده عملنا تصحيح لخطأ القفل اللي موجود في عملية الميزانية دي. الطريقة التانية لتصحيح أخطاء الميزانية Leveling Adjustment، وهو استخدام عدد مرات ضبط الجهاز. زي المسألة اللي قدامنا، المسألة دي كان فيها أدي قيم الباك سايت، قيم الانترميديت سايتس، قيم الفور سايتس. واضح إن عندنا أدي نقطة دوران 2 3، عندنا 3 نقاط دوران. إذا عندنا كام وضع الأوضاع الميزان؟ بالظبط كان عندنا 4 أوضاع للميزان، ده الوضع الأولاني، ده الوضع الثاني، ده الوضع الثالث، وده الوضع الرابع للميزان. نحسب مناسيب النقاط بالطريقة المعتادة، نحسب مثلا بطريقة الرايز اند فول، تمام؟ أدي قيم الرايز اند فول، قيم ارتفاع أو انخفاض كل نقطة عن النقطة السابقة لها، وبعد كده باستخدام منسوب أول نقطة وقيم الرايز اند فول هنحسب مناسيب جميع النقاط. طلعت هنا في مشكلة بقى عندنا، بعد ما عملنا حتى قيم، بعد ما عملنا موضوع الأريثماتيك تشيك، التحقيق الحسابي، وزي ما قلنا وشرحنا قبل كده ده مجرد تحقيق لأن حسابات الجدول كانت موجودة صح، لكن مش تحقيق لأن أرصاد الميزانية صح. طيب هعرف ازاي ارصاد الميزانية صح ولا غلط؟ هقارن نقطة انا حسبت منسوبها بمنسوبها الاصلي. في المسألة دي كانت اخر نقطة عبارة عن temporary benchmark منسوبه
20.1، لكن المنسوب اللي احنا حسبناه في المسألة بتاعتنا كان 20.108، يعني في 8 مل زيادة عن المنسوب الصحيح. إذن هنا في خطأ في أرصاد الميزانية. إذن الخطأ قيمته 8 من 1000 متر، يعني 8 مل. طب يا ترى الخطأ دوت مقبول ولا غير مقبول؟ نحسب قيمة الـ allowable misclosure تبعا لعدد مرات ضبط الميزان اللي هي 4. في المسألة دي كان الـ m بتساوي 5 جذر 4 بيساوي 1 من 100 متر، يعني 10 مل. يبقى إذا مسموح يكون الخطأ هنا 10 مل، لكن الخطأ بتاعنا فقط كان قيمته 8 مل. إذا أعمال الميزانية مقبولة. طيب قيمة التصحيح بتساوي كام؟ إحنا عندنا 4 أوضاع للميزان، وكان الخطأ الكلي بيساوي 8 مل. إذا كل وضع من أوضاع الميزان هياخد تصحيح قيمته 8 مل على 4 بيساوي ناقص 2 مل. أولا إيه معنى ناقص؟ ناقص لأن الخطأ كان بزيادة. إحنا عندنا المنسوب الأصلي كان 20.1، هنا 20.108، يبقى إحنا عايزين نقلل من مناسيب النقاط دي كلها قيمة 8 مل. يبقى كل وضع من أوضاع الميزان هنقلله بقيمة 8 على 4 بقيمة 2 مل. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمل الموضوع ده بيكون بشكل تراكمي، بمعنى النقاط اللي تم حسابها من الوضع الأول للميزان هيتم خفض مناسبها بمقدار 2 مل. يبقى النقطة دي والنقطة دي والنقطة لغاية اهو، لغاية آخر نقطة من النقاط اللي تم حسابها من الوضع الأول للميزان، يبقى كل نقطة من دول هنقللها بمقدار 2 مل. يبقى الرقم ده ناقص 2 من 1000 يدينا الرقم ده، الرقم ده ناقص 2 من 1000 يدينا الرقم ده، وهكذا بالنسبة للرقم التاني. مجموع النقاط اللي تم حسابها من الوضع التاني للميزان هيتم تصحيحها بقيمة 2 زائد 2 بيساوي 4، يبقى الرقم ده هطرح منه 4 مل، الرقم ده ناقص 4 من 1000 بيساوي كده اهو، والرقم ده ناقص 4 من 1000 بيساوي كده. والنقاط اللي تم حسابها من الوضع الثالث للميزان يتم تصحيحها بقيمة 6 2 زائد 2 زائد 2، يبقى الرقم ده هنقلل منه 6 مل، هيكون بالشكل ده. وفي النهاية النقاط اللي تم حسابها من الوضع الرابع للميزان هيتم تصحيحها بقيمة 8 مل، 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 بشكل تراكمي، أو زي ما بيقول الكتاب cumulative. يبقى جميع الأرقام دي هطرح منها 8 مل، هننتج في النهاية إن الرقم النهائي بيساوي 20.1 بنفس قيمة منسوب الـ temporary benchmark. يبقى التصحيح في الطريقة دي بيكون تراكمي، يعني لو التصحيح هيبقى لو التصحيح لكل وضع من أوضاع الميزان هيكون قيمته 2 مل، يبقى الوضع الأول هصححه ب2 مل، والنقاط المحسومة من الوضع الثاني هصححها ب2 زائد 2، الوضع الثالث 2 زائد 2 زائد 2، وهكذا. علشان نفهم أكتر سبب استخدام الطريقة التراكمية في التصحيح، نصحح نفس المسألة لكن باستخدام طريقة منسوب سطح الميزان. أدي قراءات القامة الباك سايت انترميديات سايت فور سايت نفس المثال اللي فات، وده منسوب أول نقطة كان بنش مارك. إذن حسبنا منسوب سطح الميزان الأول عبارة عن منسوب النقطة زائد قراءة القامة، يبقى أدي منسوب سطح الميزان في الوضع الأول، ومن ثم منه ومن قراءات القامة الباقية هنحسب مناسيب باقي النقاط. بعد كده من منسوب نقطة الدوران زائد قراءة القامة الباك سايد هنجيب منسوب سطح الميزان الجديد بلون مختلف أهو علشان تبان،
وهنحسب قراءات وهنحسب مناسيب النقاط، وبعد كده منسوب سطح الميزان الثالث والنقطة المحسوبة منه، بعد كده منسوب سطح الميزان الرابع والنقاط المحسوبة منه. علشان الطريقة تبقى سهلة احنا استخدمنا 4 ألوان مختلفة، يبقى ده منسوب سطح الميزان الأول ودي النقاط المحسوبة منه، ده منسوب سطح الميزان الثاني ودي النقاط المحسوبة منه، الثالث والنقطة الوحيدة المحسوبة منه، المنسوب الرابع ومجموعة النقاط المحسوبة من الوضع الرابع. تمام، دلوقتي التصحيح بيقول ان احنا هنصحح كل منسوب من هذه المناسيب بقيمة 2 مليمتر، يعني كل رقم من الأرقام دي هنطرح منه 2 مليمتر. طبيعي لما أقلل الرقم ده بمقدار 2 مليمتر هتقل جميع المناسيب المحسوبة من هذا الرقم، وبالتالي هيتغير الرقم ده. الرقم ده احنا حسبنا منه لما جمعناه زائد قراءة الباك سايد جبنا منه منسوب سطح الميزان اللي باللون الأزرق، إذن لما تغير الرقم ده هيتغير معاه منسوب سطح الميزان ده، وبعد كده المنسوب ده نفسه هيتم تصحيحه بقيمة 2 مليمتر، وبالتالي هتتغير معاه الأرقام التانية. تعالوا نشوف الكلام ده كده باستخدام برنامج الإكسل. قبل ما نروح ونشوف الإكسل هيعمل لنا إيه، ناخد بالنا من حاجة، إن كل رقم من الأرقام دي في مناسيب سطح الميزان لما أغيره بتتغير مجموعة الأرقام التالية له، بمعنى لما أغير أول منسوب سطح الميزان بقيمة 2 مليمتر جميع هذه المناسيب ومعاها مناسيب سطح الميزان الثاني والثالث والرابع هيتغيروا بمقدار 2 مليمتر. بعد كده هنروح عند منسوب سطح الميزان الثاني اللي اوريدي اتغير بمقدار 2 مليمتر وغيره هو نفسه بمقدار 2 مليمتر، يبقى الأرقام التالية له كلها هتتغير أيضا بمقدار 2 مليمتر تاني، يبقى التغير اللي طرأ على الأرقام من أول هنا لغاية الآخر 2 زائد 2، لكن الأرقام اللي فاتت 2 مليمتر فقط. وهكذا لما أروح عند منسوب سطح الميزان الثالث وغيره بمقدار 2 مليمتر الأرقام التالية له كلها تتغير بمقدار 2 مليمتر تالتة. وهكذا زي ما هنشوف دلوقتي. اهو اول ما نشوف سطح الميزان هنقلل منه 2 مليمتر. ناخد بالنا من الارقام دي كلها اتغيرت بمقدار 2 ومعاهم المنسوب ده. دلوقتي هنروح للمنسوب ده شخصيا ونقلله 2 مليمتر. ناخد بالنا من الأرقام دي كل دي والأرقام اللي بعدها كلهم اتغيروا بمقدار 2 مليمتر جديدة، لكن اللي فات ما اتغيرش تاني. هنروح للمنسوب الثالث نغير بمقدار 2 مليمتر، ناخد بالنا من الأرقام دي اتغيرت بمقدار 2 مليمتر تاني. وهكذا بالنسبة للمنسوب الرابع. في النهاية نتج إن آخر منسوب بالظبط هو منسوب البنش مارك اللي إحنا رصدناه قبل كده. يبقى لو عايزين نحل المسألة دي بدون الاستعانة بالإكسل هنروح لمجموعة النقاط اللي تم حساب مناسبها من الوضع الأول للميزان ونقلل المناسيب بقيمة 2 مليمتر. بعد كده نروح لمجموعة النقاط اللي تم حسابها من الوضع الثاني للميزان ونقلل منسوبها بمقدار 2 زائد 2 بيساوي 4 مليمتر، ونروح لمجموعة الأرقام اللي تم حساب منسوبها من مجموعة النقاط اللي تم حساب منسوبها من منسوب سطح الميزان الثالث ونقلل منسوبها بمقدار 2 زائد 2 زائد 2 تراكمي. وهكذا مجموعة النقاط اللي تم حسابها من الوضع الرابع للميزان هنقلل مناسبها بمقدار 2 زائد 2 زائد 2 زائد 2 بيساوي 8 مليمتر. وده بالظبط اللي عملناه في الطريقة الأولى لما استخدمنا طريقة الرايز اند فول. ادي المناسيب
ادي الاوضاع المختلفة للميزان، قارن كده الارقام دي، ده بالظبط اللي احنا عملناه. وفي النهاية حصلنا على ان منسوب اخر نقطة بيساوي منسوب الـ Temporal Benchmark المعروف عنها قبل أرصاد الميزانية.